بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم حلقه جديده مع كوره كل يوم. النهارده عندنا حلقه كوره محليه وكوره عالميه. هنقعد نتفرج على اهداف وملخصات ماتشات، نستمتع كده ونشبع من كره القدم. النهارده طبعا بدا الاسبوع التاسع في بطوله الدوري المصري، والنهارده في الجزء الثاني او الثالث من حلقتنا ان شاء الله هنتابع كل تصفيات كاس العالم اللي اتلعبت الفتره اللي فاتت، قاره امريكا الشماليه، اوروبا، امريكا الجنوبيه، اسيا. هنتفرج على مجموعة كبيرة من الماتشات والأهداف والنتائج ونستمتع مع بعض إن شاء الله. نبدأ بلقاءات النهاردة في الدوري المصري وبداية الأسبوع التاسع. النهاردة اتلعب 3 ماتشات في بداية الأسبوع التاسع. النهاردة قدر الشرقية يحقق أول فوز ليه في بطولة الدوري الموسم الحالي بعد ما كسب أسوان 3-2. مصر المقاصة فوز على الداخلية 1-0 بهدف لهداف الدوري أحمد الشيخ من ضربة جزاء. أحمد الشيخ بقى 8 أهداف في صدارة الهدافين، وأيضا مصر المقاصة 21 نقطة في صدارة جدول الدوري الممتاز. بتروجيت النهاردة بيقدر يفوز على النصر التعدين في أسوان 2-1 في الوقت الضايع بهدفين لشملس بيكلي. خلينا نبدأ مع بعض الماتشات ونشوف مباراة الشرقية وأسوان. المباراة الأولى النهاردة إيه اللي حصل في استاد بنها؟ النهاردة نادي الشرقية بيلعب ملاقاته على استاد بنها. النهارده المدير الفني هو الكابتن منير عقيله اللي تم تعيينه كمدرب عام بشكل يعني مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني، وقدر يتفوق النهارده منير عقيله. ونادي الشرقيه كده لابس التيشيرت الاخضر واسوان التيشيرت الازرق. النهارده يعني الشرقيه بادئ بعمر رضوان في حراسه المرمى، معتصم سالم وفاروقه في قلب الدفاع، ناحيه اليمين احمد عادل، ناحيه الشمال محمد سمير، في نص الملعب 3 هاف ديفندر، حسام حسن وسمير فوزي ويحيى تراوري، قدامهم ثلاثي برضو محمد ميدو وعلي دياب وكنف المهاجم الافريقي في نادي الشرقيه. بالنسبه لكابتن عماد النحاس مدير الفني لاسوان، بدا النهارده برضا السيد في حراسه المرمى، حماده السيد وباسم عيد في قلب الدفاع، وناحيه اليمين محمد جبر، ناحيه الشمال محمد حموده، في نص الملعب محمد محسن ومعتز بالله اثنين وسط مدافع، على يمينهم اسلام الفار، على شمالهم احمد شديد قناوي والمهاجم الافريقي جيروم وايا وعمر بسام. ده تشكيلة نادي أسوان النهاردة. الشوط الأول كان المباراة يعني ما فيهاش فرص، بصوا حتى كل الكور يعني حاجات كده مش فرص مؤكدة، بصوا يعني واحدة بالراس كده للشرقية فوق العارضة، لكن كان اللعب تعاوني شوية في الشوط الأول. في أول نص ساعة ميس باص كتير، كور مقطوعة كتير، مفيش ربط ما بين خطوط الفرقتين، على فكرة مش فرقة واحدة، اللعب كان أكتر في نص الملعب، ما كانش فيه فرقة نقدر نقول عليها متفوقة على الفريق الآخر. آخر 10 دقايق في الشوط الأول بدأت بقى إيه المباراة تحلو بعد إحراز الأهداف. ده طبعًا كابتن منير عقيلة اللي تولى منصب المدرب العام في نادي الشرقية لحين التعاقد مع مدير فني. وزي ما أنتم شايفين كده المباراة يعني ما فيش فرص، حاجات كلها كور عرضية، كور ثابتة، كورنرات لأسوان للشرقية، لكن ما فيش حاجات نقدر نقول عليها أهداف مؤكدة، أو ما فيش حتى لعب وجمل للفريقين، كلها حاجات شويه ميس باص زي ما قلنا في نص الملعب، كلها كور ثابته زي ما انتم شايفين. دي واحده لاسوان لكن خبطت في الدفاع. ده الهدف الاول لفريق اسوان، الكره راحت وجت كذا مره لغايه ما قدر جيروم وايا يحرز الهدف الاول لنادي اسوان. الهدف ده نقدر نقول فتح الجيم، خلى فريق الشرقيه يبداوا يهاجموا ويستغنوا عن التحفظ في نص الملعب. بص الكره دخلت وراحت رجعت لحماده السيد، وبعدين حطها رقم 19 في المرمى عمر بسام، رد التاني راحت لحماده السيد، خبطت في حارس المرمى وراحت لجيروم وايا وحط الهدف الاول لفريق اسوان. بقت النتيجه 1-0، مفيش بعديها نص دقيقه الشرقيه كره ثابته كورنر من ناحيه اليمين، اتعملت اهو، ده فاروقه المدافع عملها بالعرض، خبطت هتروح الناحية التانية، كرة عرضية هتطلع لبرة، هيحطها لاعب الشرقية، هتخبط في ايد مدافع اسوان، حكم المباراة واقف جنبيها واحتسب ركلة جزاء لصالح الشرقية. مفيش نص دقيقة بالظبط بعد هدف اسوان، اهي الكرة جت في ايد مدافع اسوان اهو رقم 19 عمر بسام، ودخل بقى حسام حسن وأحرز هدف التعادل للشرقية. بقت 1-1، يعني الأحداث أو المباراة سخنت في آخر 10 دقايق في الشوط الأول في الدقيقة 35،
وتعادل حسام حسن لفريق الشرقية، بقت النتيجة 1-1. النهاردة نسبة التهديف عالية في ماتشات الدوري، في 3 ماتشات يعني 5 أهداف في ماتش الشرقية وأسوان، 3 أهداف في ماتش بتروجيت والنصر التعدين، أدي 8، وهدف في مباراة بتروجيت، هدف في مباراة المقصة والداخلية، يعني 9 أهداف النهاردة في 3 ماتشات بمعدل 3 أهداف. دي واحدة للشرقية، بدأ بقى خلاص نادي الشرقية يهاجم وخدوا الثقة. دي واحدة لمحمد ميدو لاعب الشرقية، قوية بوش رجله لكن جنب القائم، وضغط بقى فريق الشرقية بشكل كبير جدا في الشوط الأول بعد ما أحرز هدف التعادل. وهنا حكم المباراة بيمشي اللعب، حارس المرمى طلع وهو اللي وقع لوحده، محدش لمسه، كان مشترك مع معتصم سالم مدافع الشرقية، والحكم مشى اللعب فعلا ما فيهاش حاجة. وبدأ فريق الشرقية يتخلى بقى عن التحفظ، ودي واحدة تانية لكينيس اتعملت بالعرض من ناحية اليمين، حط فيها كده بطن رجله، بصوا حط بطن رجله لكن الكرة مشيت جنب العرض. النهاردة كان يعني برضو ملعب بنها ملعب حلو، ولكن التصوير شوية برضو كان في زوم كبير على التصوير، مش شايفين الكرة في معظم فترات المباراة. الحكم النهاردة إبراهيم نور الدين. انتهى الشوط الأول 1-1. الشوط الثاني بقى كان مثير جدا جدا جدا، بدأ فريق أسوان يعني في الشوط الثاني بيهاجم عايز يتفوق على الشرقية، ودي فرصة لأحمد شديد قناوي ما تضيعش. أحمد شديد قناوي اتعملت له يعني قدام المرمى جوه ال 18، مفيش حد معاه، كان لازم يحط وش رجله في الزاوية البعيدة، لكن حطها في الزاوية اللي واقف فيها حارس المرمى عمر رضوان وصدها عمر رضوان، وضاعت فرصة أكيدة من نادي أسوان. دي برضو واحدة كده حلوة اتعملت لوب من إسلام الفار لاعب أسوان. على فكرة إسلام الفار ده متعاقد مع الأهلي، كان في نجوم المستقبل وتعاقد مع نادي الأهلي، والأهلي وداه إعارة سنة لفريق أسوان. أسوان في بداية الشوط الثاني هو الأخطر وهو اللي بيوصل وفرص يعني سهلة جدا. دي برضو واحدة لنادي الشرقية، لكن طلع رضا السيد حارس أسوان وقدر يمسك الكرة قبل مهاجم الشرقية علي دياب. مباراة بقت متكافئة في الشوط الثاني، أسوان هو الأخطر سنة، بس بدأ برضو فريق الشرقية يكسبه. خلي بالكوا الشرقية قبل الماتش عندها نقطة وأسوان عندهم 5 نقاط، فالفرقتين عايزين يكسبوا، عندهم حافز المكسب عشان يعني يتحركوا شوية في جدول الترتيب. هنا دي برضو ما فيهاش حاجة خالص، ان حارس مرمى أسوان خبط في زميله فما فيهاش فاول، يعني مش عارف إبراهيم نور الدين صفر على ايه، لكن هو خبط في زميله فما تعتبرش فاول. نادي الشرقية النهاردة كان بيعتمد شوية على الأطراف، ويمكن خطورة الشرقية كانت أكتر ناحية الشمال، هتلاقوا هجمات كتير جدا من ناحية الشمال من ناحية محمد سمير الباك ليفت، وكان ساعات علي دياب بيروح ناحية الشمال. دي فرصة لأسوان، و يعني كرة كده جنب العارضة كانت ممكن تكون هدف لنادي أسوان. نقدر نقول مستوى الفريقين قريب من بعض، فريق الشرقية النهاردة كمان نازل بحافز ان هم يعني بعد التوقف عايزين يكسبوا، وخلي بالكوا الشرقية شوية الجدول ظلمهم ان لعبوا مع فرق قوية جدا، بدأوا دلوقتي بقى يلعبوا مع فرق في مستواهم او قريبين منهم، يعني لعبوا مع فرق قوية جدا في بداية الدوري مع وادي دجلة وسموحة وامبي، لعبوا مع فرق جامدة. ده هدف التقدم لأسوان، عمر بسام اتعملت بالعرض في ارتفاع منخفض، عمر نزل لها بدماغه وحطها في المرمى، بقى الهدف الثاني، وطبعا فرحه كبيره للكابتن عماد النحاس، بس الفرحه ما استمرتش. بصوا شديد عمل كوبري عالمي، كوبري عالمي، وبعدين راحت لتراوري. جيروم مايا راحت لجيروم مايا، وجيروم مايا عملها بالعرض قويه
ونزل لها عمر بسام بشكل كويس جدا. كابتن منير عقيله يعني بيوجه اللوم لدفاعه، بيقول لهم ازاي الكره الراجل يعدي كده. بس طبعا اللي صنع الهدف ده نقدر نقول احمد شديد هو اللي بدأه، وبعدين جيروم وايا عملها بالعرض لعمر بسام، ودي واحده تانية كانت ممكن تكون الهدف الثالث وتخلص الماتش لاسوان. شديد بص احمد شديد عملها بشماله على الزاويه البعيده، عمر بسام حطها ببطن رجله. دي الكره دي لو كان جت كان الماتش خلص، كانت تبقى 3-1 لاسوان والماتش خلص. لكن بعديها على طول خطا من حارس اسوان ومن الدفاع، كرة بتتلعب على الزاويه البعيده فاول، بيطلع بدماغه يحيى توريه اللاعب الايفواري، على فكره ده اخو يايا توريه واخو كولو توريه. لا مش ده اعتقد هو، والله مش عارف، كان في واحد في المقصه بيلعب زمان مش عارف هو، لا يايا توريه طلع اهو يحيى توريه وحطها بدماغه في المرمى. بقت النتيجه تاني 2-2، مش ده، لا كان في واحد تاني في مصر المقصه كان بيلعب زمان وجاله صليبي ومشي، كان ده هو اخوه، ده تشابه اسماء. نزل محمود خالد شيكا، كابتن منير عقيله بقى عايز يزود النواحي الهجوميه ونزل واحد من اصحاب المهارات في فريق الشرقيه، وضغط بقى الشرقيه جامد جدا بعد الهدف الثاني. بقت النتيجه 2-2 وضغط عشان يقدر ياخد 3 نقاط، خلي بالكوا ده اول فوز للشرقيه. اسوان بعد المباراه دي طبعا وبعد الهزيمه من الشرقيه مشكله ان هم خسروا ماتشين ورا بعض من نصر التعدين ومن الشرقيه، يعني فرقتين. بصوا دي واحده كمان لاسوان سهلة جدا، كانت ممكن جيروم وايا برضو يعني يخلي أسوان تجيب التالت ويخلص الماتش، لكن قلشت. بص ما مشيتش زي ما هو عايز، ما لبستش في وش رجله، راحت جنب العارضة، كان في برضو تغطية كويسة من دفاع الشرقية وفرصة تالتة هو الأسوان، واعتراض من لعيبة أسوان على إبراهيم نور الدين إن ممكن الكرة تكون جت في إيد حد، وإنذار أهو من كابتن إبراهيم نور الدين لحماده السيد. هنشوف الكرة بقى خبطت في ايد حد ولا ما خبطتش، والله مش باينه، يعني ممكن تكون خبطت في ركبته، في ركبه معتصم سالم. المباراه بقت 2-2 وزي ما انتم شايفين دخلت بقى يعني ايه في مرحله الجد. نزل عصام عادل مكان يحيى تراوري، وكابتن عماد النحاس برضو نزل رقم 8 سيد الشبراوي عشان يقفل ناحيه اليمين. ده الهدف بقى، ده الهدف، ده الهدف الثاني، خطا واضح جدا من حارس مرمى نادي اسوان. كره اتعملت وقدر كينس يحرز الهدف الثالث للشرقيه ويخلص الجيم. هدف الثالث كان يعني الفرقتين واحد منهم يخلص الماتش، جت فرص كتير لاسوان ضيعوها، لكن قدر كينس ايكيشوكو اللاعب اللي كان بيلعب في الاسماعيلي السنه اللي فاتت ان هو يحرز الهدف الثاني. كينس ايكيشيكو، بص الكره اتلعبت هنا طبعا في خطا كبير جدا من الديفنس ان خلى الكره دي تنط، طبعا مش عارف هو ليه اتزحلق، كان المفروض يمشي مع الكره ويجري. رضا السيد حارس المرمى طلع متاخر، وكينس حط دماغه وقدر يحرز الهدف الثالث للشرقيه وهدف التقدم. وبعد كده لعيبه الشرقيه بقى استموتت خلاص، كسبانين 3-2، اول انتصار بالنسبه لهم، فالناس يعني ايه موتت نفسها. ادي واحده للشبراوي اللي نزل لكن طلعها ديفنس نادي الشرقيه. مباراه بشكل عام في الشوط الثاني كانت رائعه وفيها كوره وفيها يعني فرص من الفرقتين. اسوان النهارده نقدر نقول ضيع الفوز، كانوا كسبانين 2-1 وشفنا الكوره بتاعت عمر بسام كان يبقى الثالث والماتش خلص، لكن ضاعت وقدر نادي الشرقيه يتعادل وبعدين يتفوق على اسوان. تغييرات بقى في الاخر، نادي الشرقيه عايز يقفل الملعب كويس ويامن على الانتصار بتاعه، اسوان بيحاول يزود النواحي الهجوميه. النهارده طبعا بعد خساره اسوان زي ما قلت لكم ماتشين ورا بعض تعمل مشكله للجهاز الفني، خصوصا نادي اسوان خسر من منافسينه، يعني اسوان الماتش اللي فات خسر من نصر التعدين والنهارده بيخسر من الشرقيه، كلها فرق المؤخره في الدوري. خلي بالكوا في منافسه، بص الكره دي حلوه قوي من محمود خالد شيكا، لطشها كده في الزحمه وموه، راحت كمان في المقص خبطت في العارضه، يعني كان هيبقى هدف حلو قوي لمحمود خالد شيكا، ولكن الكره ضاعت. فبقول لكم هيبقى في صراع في قمه الدوري، هتلاقي الاهلي والمقصه وسموحه وبتروجيت وهيطلع لهم الزمالك لما يلعب ماتشات المؤجله، وتحت هتلاقي في 6-7 فرق، دي واحده ما فيهاش حاجه خالص. اسلام الفار حاول كده يعمل سيميوليشن على حكم المباراه او تمثيل على حكم المباراه،
ابراهيم نور الدين كان عنده انذار، خد الانذار الثاني واتطرد، واخر 5 دقائق لعب فريق اسوان ب 10 لعيبه وانتهت المباراه لصالح الشرقيه 3-2. مبروك للشرقيه، اول انتصار ليهم، هارد لك لنادي اسوان. لكن مباراه حلوه زي ما قلت في الشوط الثاني، واستمتعنا النهارده واتفرجنا على 5 اهداف. الشرقيه رفع رصيده الى 4 نقاط، وتوقف رصيد نادي اسوان عند 5 نقاط. خلينا نروح نشوف المباراه الثانيه النهارده، مباراه المقصه والداخليه. وقبل المباراه قلنا لو المقصه قدروا يكسبوا هيتصدروا الدوري المصري، ان هم المقصه ليهم كمان مباراه مؤجله امام الزمالك. النهارده كانت المباراه الثامنه، نادي الداخليه كسبان الشرقيه الماتش اللي فات ورايح الفيوم، مش عايز يخسر، عايز يعمل نتيجه ايجابيه. خليني كده اقول لكم تشكيل الفريقين، تشكيله كابتن ايهاب جلال المدير الفني للمقصه، وايضا تشكيله كابتن ضياء عبد الصمد المدير الفني لفريق الداخليه. كابتن ايهاب جلال النهارده بدا بمحمود حمدي في حراسه المرمى، قدامه احمد سامي واحمد عبد العزيز في قلب الدفاع، باسم عبد العزيز ناحيه الشمال، وحسين الشحات ناحيه اليمين. في نص الملعب لعب باثنين وسط مدافع، وعندهم الميول الهجوميه كمان كابتن ايهاب جلال، لعب بهاني سعيد وهشام محمد، وقدامهم 3 اريك تراوري، فوافي، واحمد الشيخ، ونانا بوكو كمهاجم صريح. المباراه بدات سيطره كامله من نادي مصر المقصه وزون ديفنس لفريق الداخليه. الداخليه كان بيلعب في الثلث الاخير عنده، بيدافع بيقفل المساحات، وحتى ما كانش قادر يعمل الهجمه المرتده، ان كان ضاغط جامد جدا مصر المقصه. لكن التقفيل الدفاعي اللي كان عامله الداخليه مخلي مصر المقصه مش قادر يوصل لمرمى حارس مرمى الداخليه محمود الغرباوي. النهارده كابتن ضياء عبد الصمد بيلعب في حراسه المرمى في الداخليه محمود الغرباوي، قدامه 2 مساكين، جهاد جنيدي وحسام عبد الجواد، ناحيه اليمين احمد جمال، وناحيه الشمال محمود منصور. في نص الملعب بيلعب بسعيده وهشام ابو خليل وعبد الرحمن بودي واسلام عبد النعيم واسلام كمال. يعني النهارده كان بيلعب 4-5-1 كابتن ضياء عبد الصمد، واجوجو محمود اجوجو هو المهاجم الصريح. زي ما انتم شايفين 45 الدقيقه الاولى سيطره كامله من فريق المقصه، لكن فريق الداخليه كله واقف ورا زي ما انتم شايفين كده، وعاملين تكتل دفاعي بيحاولوا يعملوا الهجمه المرتده، بس ما كانش عندهم الامكانيات الهجوميه، او كان في مساحه كبيره جدا ما بين الدفاع وخط الهجوم. دي بص كلها فرص للمقصه، سيطره كامله واستحواذ وفرص لمصر المقصه عن طريق فوافي وإريك تراوري ونانا بوكو واحمد الشيخ، وبيزق وراهم في نص الملعب هشام محمد. حتى زي ما انتم شايفين هنشوف كتير قوي احمد عبد العزيز مودي المساك بيطلع بيزيد في الهجمه. كابتن ضياء بيلعب بطريقه ان هو عايز يقفل، مش عايز فريق مصر المقصه يعني يوصل لمرماه، فبيلعب معتمد على الدفاع بشكل كبير جدا، دفاع في نص ملعبه في التلت الاخير. والمقصه ده يعني في المباراه النهارده الداخليه ما ضيعش فرص، كل الفرص لصالح المقصه وكل الاستحواذ لصالح المقصه. لو حسبنا الاستحواذ كده هنلاقي مثلا بنسبه 65% كره في رجل لعيبه المقصه، 35% الكره لعيبه الداخليه، والداخليه زي ما قلت لكم مش قادرين يخرجوا بهجمه منظمه من نص ملعب. يعني هنلاقي وصول الداخليه لمرمى المقصه قليل جدا. بصوا ما فيش حاجه نقدر نقول عليها فرصه لصالح الداخليه، الباقي كله الكره مع مصر المقصه. طبعا مصر المقصه بتشيرت الاخضر وفريق الداخليه بتشيرت الاحمر في اسود. النهارده كابتن ايهاب جلال ادى الفرصه لمحمود حمدي حارس المرمى ان هو يلعب، كان الفتره اللي فاتت اللي بيلعب احمد مسعود، وكان متالق احمد مسعود. لكن كابتن برضو ايهاب جلال عايز يخلي الاثنين حراس عندهم فورمه الماتشات موجوده. هو الداخليه بص اول ما بيمسكوا الكوره بيحاولوا يتحولوا بسرعه للهجمه المرتده، ولكن يعني الزياده العدديه والكثافه العدديه اكتر لمدافعين المقصه. كنا كتير بنشوف محمود اجوجو لوحده وسط 4-5، ابص معاه احمد سامي، واحمد سامي وجاي في ظهر احمد عبد العزيز مودي، ومعاهم باسم عبد العزيز وحسين الشحات، وبينزل لهم هاني سعيد من نص الملعب. انتهى الشوط الاول 0-0. في الشوط الثاني ضغط اكتر فريق مصر المقصه،
لكن دون جدوى لغاية دلوقتي. دي واحدة برضو لمصر المقاصة. وخلي بالكم في الشوط الثاني كابتن إيهاب جلال نزل أحمد عبد الظاهر عشان يكون مهاجم بقى جوه ال 18 مع نانا بوكو. بس فرص كتير لمصر المقاصة. أحمد عبد الظاهر نزل في الدقيقة 65 وده تغيير في الدقيقة 56، خرج محمود أجوجو ونزل بنيامين أشيم بونج اللي هو اللاعب النيجيري في صفوف الداخلية، عايز ينشط شوية الناحية الهجومية كابتن ضياء. ودي فرصة برضو للمقاصة بتضيع من إيريك تراوري. إيريك تراوري السنة اللي فاتت كان بيلعب في نادي أسوان، بصوا راحت عدت لطشها كده إيريك تراوري من قدام مدافع الداخلية لكن مشيت جنب العارضة. استحواذ كامل لمصر المقاصة، والداخلية برضو زي ما انتم شايفين اهو 7-8 لعيبة بيدافعوا جوه ال 18. دي واحدة اتعملت لوب بالرأس من نانا بوكو، حسين الشحات الباك رايت عاملها جوه ال 18، نانا بوكو يا دوبك حط دماغه فيها كده ووجهها. نزل بقى أحمد عبد الظاهر مكان نانا بوكو عشان احمد برضو بيجيد التعامل مع الكور العرضيه، وبدا اسلوب لعب المقصه بيلعب على الاطراف وبيحاول من خلال الاطراف ان هو يوصل الكره لاحمد عبد الظاهر جوه. دي تسديده برضو لكن بعيد، ده فوافي لاعب برضو الافريقي المميز اللي تعاقد معاه السنه دي فريق مصر المقصه. عندهم ثلاثة افارقه كويسين قوي، فوافي وايريك تراوري ونانا بوكو، بيقدر يشتغل بيهم كويس قوي كابتن ايهاب جلال في النواحي الهجوميه مع طبعا وجود احمد عبد الظاهر. بصوا لغايه دلوقتي مفيش، ده ضربه الجزاء طبعا فيها تهور كبير جدا من احمد جمال الباك رايت، كره رايحه لاحمد عبد الظاهر وجي احمد جمال من ورا راح خابط فيه. بصوا اهي اتعملت تشيب كده جوه ال 18، احمد عبد الظاهر اهو حط الكره قدامه جه من ورا اصطدم بيه احمد جمال رقم 6 اللي هو الباك رايت. ضربه جزاء، ضربه جزاء اصطدم بيه وما لمس الكوره او لمس الكوره بعد ما خبط احمد عبد الظاهر، لكن احمد عبد الظاهر كان ذكي ان هو حط جسمه قدام احمد جمال فخد فاول او خد ضربه جزاء. دخل احمد شيخ المتخصص وقدر يحرز الهدف وبيقلد كده كريستيانو رونالدو، كان عمل الحركه دي في مع منتخب البرتغال وقدر يحرز هدف المباراه الاول. يعني المقصة فكت الحصار الدفاعي لفريق الداخلية بالعافية خلي بالكم، والهدف كان من ضربة جزاء. وكده أحمد الشيخ تصدر قائمة هدافين الدوري 8 أهداف في 8 ماتشات أحمد الشيخ. حاول برضو كابتن ضياء عبد الصمد بقى مدير الفني للداخلية ينشط شوية النواحي الهجومية، نزل بوبا وطلع عبد الرحمن بودي وطلع إسلام كمال ونزل رقم 11 اعتقد ايهاب ريان عشان ينشط شويه النواحي الهجوميه ان هو خسران 1-0 ومش عايز يخسر. وبدا شويه يفتح فريق الداخليه، بصوا بدا بصوا فريق الداخليه بقى يضغط من قدام من نص الملعب، تخلى عن الدفاع او الدفاع من الثلث الاخير، وبعدين طرد لفريق الداخليه برضو خلى الامور تبقى اصعب بالنسبة لفريق الداخلية رقم 6 في فريق الداخلية. أحمد جمال الباك رايت اللي كانت خد إنذار في ضربة الجزاء، عمل فاول تاني في نص الملعب وخد الإنذار التاني واتطرد، فبدأت المباراة تبقى سهلة خلاص. دي طبعا كدمة كده في رجل أحمد الشيخ، وأحمد الشيخ اتعور وخرج. سألنا طبعا واطمنا على أحمد الشيخ، لقينا إن الإصابة كدمة، بس الكدمة اللي في قصبة رجله دي ردت في ركبته، بس الحمد لله ما فيش حاجة في الأربطة، مجرد كدمة. نزل رقم 6 في فريق مصر المقاصة. مكان أحمد الشيخ. أعتقد اللي نزل عصام سعد. وبرضه استمرت المباراة حتى في آخر 3-4 دقايق هجوم لفريق المقاصة ودفاع برضو من فريق الداخلية، وانتهت المباراة
بفوز المقصة 1-0 بهدف أحمد الشيخ من ضربة جزاء، وطبعا انتصار مهم جدا جدا لأبناء الفيوم مصر المقصة، وتصدروا الدوري المصري برصيد 21 نقطة، وفريق الداخلية استمر في المركز 16 برصيد 5 نقاط. دي برضو واحدة لأحمد عبد الظاهر سهلة جدا كانت ممكن تكون هدف. الداخلية في المركز 14 6 نقاط. دي واحدة لإسلام عبد النعيم كده في آخر الماتش، بس هيعملها وحش هتتقطع، وحكم المباراة بعد كده كابتن عمرو عياد بيصفر. وزي ما قلت لكم المقصة في المركز الأول 21 نقطة، وفرحة طبعا من الكابتن إيهاب جلال والجهاز الفني لفريق المقصة، وتصدروا الدوري مؤقتا برصيد 21 نقطة. مبروك للمقصة وهارد لك للداخلية. نروح بقى للمباراة الثالثة النهاردة، وهي مباراة النصر التعدين مع بتروجيت في استاد أسوان. نصر التعدين تاني مباراة للكابتن أسامة عرابي اللي فاز في المباراة اللي فاتت على أسوان 2-1، وبتروجيت مع كابتن طلعت يوسف اللي عامل نتائج رائعة السنة دي، وعامل كمان ريكورد جديد لنادي بتروجيت ان هو خلال 8 ماتشات في بطولة الدوري او 9 ماتشات بماتش النهاردة بتروجيت ما خسرش ولا ماتش. يعني في 4 فرق لغايه دلوقتي ما خسروش في بطوله الدوري، الاهلي ما خسرش، الزمالك ما خسرش، طلائع الجيش ما خسرش، فريق بتروجيت كمان ما خسرش. 9 ماتشات بتروجيت لم يخسر حتى الان. وخليني اقول لكم كده تشكيل الفريقين، مين كابتن اسامه عرابي اختار مين عشان يبدا بيه النهارده، وايضا كابتن طلعت يوسف اختار مين عشان يبدا النهارده. بالنسبه للنصر التعدين صاحب الملعب اللي لابس التيشيرت الابيض كابتن اسامه عرابي، بدا باحمد حمدي في حراسه المرمى، اسلام صيام واحمد عبد الموجود في قلب الدفاع، حسام عبد الصبور ناحيه اليمين، احمد اسماعيل ناحيه الشمال. في نص الملعب لعب باثنين وسط مدافع، هشام عبد الحميد وهيثم مصطفى، وقدامهم 3 مصطفى شنط ورمضان ربيع وعبد العزيز امام وباتريك اودو في قلب هجوم النصر التعديل. بالنسبه لكابتن طلعت يوسف مدير الفني البتروجيت، بدا بعلي فرج في حراسه المرمى، طه عادل وحسام حسن في قلب الدفاع، عمرو حسن ناحيه اليمين، واسامه محمد ناحيه الشمال. في نص الملعب لعب باثنين او 3 وسط مدافع او 3 يعني وسط عندهم القدرات الدفاعيه اعلى، مصطفى شبيطه، حمدي فتحي، احمد الشناوي، وثلاثي هجومي شملس بيكلي اللي هو اخطر لعيب في بتروجيت، شملس بيكلي ومعاه فيكتور اومو ومحمد شاهين كمهاجم صريح. ده فيكتور اومو. والمباراه بدات بسيطره البتروجيت، وكان كابتن طلعت يوسف مدي تعليمات لمصطفى شبيطه ان هو بصوا مصطفى شبيطه اهو يزيد من ناحيه اليمين ويشتغل ويبقى فيه زياده عدديه، يبقى موجود فيكتور اومو وبيكلي ومحمد شاهين ومصطفى شبيطه، ويثبت شويه في نص الملعب حمدي فتحي واحمد الشناوي رقم 12 اللي انتم شايفينه. لكن فريق النصر التعدين يا جماعه رغم خسارته النهارده بيتحسن، وبدا كابتن اسامه عرابي بصماته تظهر على فريق النصر التعدين. لكن بتروجيت كان هو الاخطر زي ما انتم شايفين، يعني 3-4 فرص اهو، شملس بيكلي هو اللعيب الاخطر، سريع جدا ومهارته عاليه، كره مش اوفسايد وعدى شملس وحط الراجل في ظهره كويس جدا وسند وحطها، وطلعها احمد حمدي برده حارس مرمى النصر التعدين بشكل كويس جدا. فكان بتروجيت من بدايه المباراه يعني باين ان هو الفريق الاخطر والفريق اللي بيقدر يوصل بسرعه، الهجمات المرتده بالنسبه لبتروجيت بتتعمل بشكل سريع جدا. كابتن طلعت يوسف عامل زياده عدديه في النواحي الهجوميه، وواضح ان كابتن طلعت يوسف عايز يكسب. نصر التعدين بقى فيه شويه تنظيم في نص الملعب افضل من الماتشات اللي فاتت، فالشكل برده كان كويس للنصر التعدين، مستوى بيتحسن. دي واحده برده من ناحيه اليمين لمصطفى شبيطه، قلت لكم مصطفى شبيطه النهارده كابتن طلعت يوسف كان مديله تعليمات ما يبقاش هاف ديفندر بقى، لا يزيد يبقى هاف رايت ويعمل زياده من ناحيه اليمين في ظهر شملس بيكلي. بص شملس بيكلي عملها له ومصطفى حطها قوية جنب العارضة أو جنب القائم. هنلاقي كل برضو الهجوم لصالح بتروجيت في الشوط الأول، ودي واحدة انفراد ويعني فاول ومفروض دي طرد، لكن حكم المباراة قال إن هي انذار. بصوا أحمد حمدي دخل على محمد شاهين، وكان محمد شاهين هو آخر لاعب، بصوا كان منفرد، حتى هنا لعيبة بتروجيت بتعترض
ان حكم المباراه ده له انذار، كانوا عايزينه كارت احمر، حتى احمد حمدي قلقان حارس المرمى. بصوا في مشكله بقى النهارده كانت في النصر التعدين، الديفنس بيلعب على خط واحد وبيلعب على مصيده التسلل، فاتضربوا كتير. يعني النهارده فريق بتروجيت قدر يقدر او قدر يضرب مصيده التسلل كتير جدا، وحصلت انفرادات كتير جدا لفريق بتروجيت. ليه؟ بسبب ان فريق النصر التعدين بيلعب على خط واحد وفي نفس الوقت بيلعبوا على مصيده التسلل، فكان كل كره بتروجيت بيعملها كويس او بيقدر يخترق بيها بيوصل وتلاقي انفراد باحمد حمدي حارس المرمى. دي فاول اسامه محمد حطها لكن عاليه شويه فوق العارضه، اعمل له كده كوموفلاج عمرو حسن وشيمليس بيكلي عشان حارس المرمى ما يشوفش الكره، عاملين حيطه كده قدام الكره. بص كل الهجمات في الشوط الاول بتروجيت هو اللي مسيطر، هو اللي مستحوذ. اللي كان عاجبني النهارده في اداء بتروجيت وكابتن طلعت يوسف ان هو بيهاجم بعدد كبير من اللعيبه، يعني مفيش بقى تحفظ، لا بيهاجم بعدد كبير، متخلي مصطفى شبيطه يضغط من قدام، عنده محمد شاهين، عنده فيكتور اومو، عنده بيكلي، بيزيد من الاطراف عمرو حسن من ناحيه اليمين وناحيه الشمال اسامه محمد. فهنلاقي ان بتروجيت وصل كتير لمرمى احمد حمدي. لغايه دلوقتي النصر التعدين ملوش تواجد هجومي في الشوط الاول. برضه محمد شاهين لعيب كويس اللي هو رقم 25، لعيب صغير، وكابتن طلعت يوسف بيديله الفرصه في الماتشات اللي فاتت. وبرضه اللي كان عاجبني في كابتن طلعت يوسف النهارده ان هو حاطط على الدكه اوراق يقدر يستغلها في الشوط الثاني، يعني في الشوط الثاني هينزل محمد رمضان. محمد رمضان اهو بص مع اول بدايه الشوط الثاني نزل محمد رمضان وعمل شغل كويس جدا محمد رمضان لما نزل، ومحمد من اللعيبه اللي كسبت بتروجيت الفتره اللي فاتت، ولعيب مهاري وسريع وبيقدر يقف على الكوره وبيقدر يفنش الهجمه كويس كمان. كابتن برضو اسامه عرابي عمل تغيير، نزل اسلام سري رقم 6 عشان يزود شويه النواحي الهجوميه، اسلام سري سريع ويقدر يزيد من على الاطراف، وبرضو تحسن شويه الاداء الهجومي لفريق النصر التعدين في الشوط الثاني، ولكن برضو الافضليه لفريق بتروجيت. دي واحده النصر التعدين كانت ممكن تبقى هدف، لكن خبطت عملت بلوك كده في لاعب النصر التعدين في لاعب بتروجيت. دي واحده كده لفيكتور اومو انا شايفها ضربه جزاء. كان شايف فيها عرقله اهي، بصوا دي الكره بتاعت نصر التعدين كان لازم يحطها اسرع من كده شويه بوش رجله، استنى لما فريق بتروجيت عمل تغطيه وقدر يحصل بلوك والكره تتقطع. استمر فريق بتروجيت في ضغطه، وزي ما قلت لكم انا الكره بتاعت فيكتور اومو دي انا بقول اللي هي ضربه جزاء، لكن حكم المباراه مشاها ما حسبهاش. تسديده لمحمد رمضان اللي بيجيد التسديد بشكل رائع جدا جدا، وجايب هدفين ثلاثه الماتشات اللي فاتت مع بتروجيت، هدف في ماتش طلائع الجيش وهدف في ماتش الانتاج الحربي، من لعيبه كويسه جدا، وكابتن طلعت كان حاطه على دكه البدلاء عشان يستفيد بيه في الشوط الثاني. زي ما قلت لكم الاداء الهجومي اتحسن للنصر التعدين في الشوط الثاني، ودي واحده برضو لكن تغطيه كويسه جدا من اسامه محمد. بص اسامه محمد جاي منين؟ من الباك ليفت، عامل تغطيه، بص هتلاقي عامل سبرنت رهيب اسامه محمد. بص اسامه محمد دخل فين؟ هي دي التغطيه بقى. دي كرة تانية، دي كرة تانية وتسديدة لكن عالية. دي برضه تسديدة لكن ضعيفة من محمد رمضان. أحلى حاجة في محمد رمضان إن هو على طول تحس بالخطورة. دي واحدة لشيمليس بيكلي ببطن رجله في الزاوية البعيدة، عملها له فيكتور اومو، وشيمليس بيكلي جاي من ورا وحطها ببطن رجله في الزاوية البعيدة، وده كان الهدف الأول لفريق بتروجيت وهدف التقدم لفريق بتروجيت. بكرة عندنا أربع ماتشات في الدوري، الساعة 3 إلا ربع في ماتشين، إمبي والمقاولين، سموحة ووادي دجلة، والساعة 5 طلائع الجيش والاتحاد السكندري، والساعة 7:30 المصري والإسماعيلي. بصوا فيكتور اومو حطها حلو قوي، استنى وبص لقى
شملس بيكلي جاي من ورا وحطها بيكلي بعقل كده ببطن رجله في الزاويه البعيده. نقدر نقول ان فيكتور اومو برضو بدا يتحسن، مستواه يتحسن الفتره الاخيره مع بتروجيت كابتن طلعت بيديله ماتشات، فبدا الولد يعني مستواه يتحسن وينسجم مع فريق بتروجيت. لكن النهارده نجم المباراه بيكلي، نجم المباراه يعني الاول، ذا مان اوف ذا ماتش. كابتن اسامه زعلان على الاخطاء الدفاعيه الساذجه اللي بتحصل، كور بتتقطع بسهوله جدا من دفاع فريق النصر التعدين. وبعدين كابتن طلعت يوسف عمل تغيير تاني، نزل محمد دبش في نص الملعب عشان يقدر يقفل برضه كويس. دبش دبش بيدافع كويس جدا، وده هدف النصر التعدين باتريك اودو. لكن الكرة دي اتزحلق فيها علي فرج، بصوا هنشوف الكرة تاني. علي فرج حارس مرمى بتروجيت راح للكرة اتزحلق، فالكرة عملت بند ونطت من فوقيه. علي بيشجع اللعيبه يقول لهم معلش يلا مفيش مشكله. بصوا الكره اتعملت اهي، باتريك ادو واقف كويس جدا، عمل ضعيفه بس علي اتزحلق، اتزحلق حتى هو بيبص على النجيله كده، بصوا هو رايح لها اتزحلق، هو المفروض ما يروحلهاش كده، المفروض يروح لها بايده العكسيه وياخد التيكوف او يطير، لكن اتزحلق في النجيله فالنجيله خلته يقع على الارض، ما يلحقش ياخد المدى بتاعه ان هو يروح للكوره. بقت النتيجة 1-1. بتروجيت حاول تاني، بصوا بتروجيت هيضيع كورتين ثلاثة دلوقتي، يعني أهداف سهلة جدا. نزل رقم 33 ناصر ماهر برضو من اللعيبة الكويسة قوي وجاي من النادي الأهلي وحريف، وطلع فيكتور أومو عشان ينشط شوية برضو تاني كابتن طلعت يوسف. فاول اتعامل كويس من محمد رمضان لكن مسكها أحمد حمدي حارس النصر التعدين، وبدأ كابتن طلعت يوسف يقلق. الوقت بيعدي والنتيجة 1-1. بص محمد رمضان رائع في الكور الثابته. بصوا بقى الهجمات المرتده لفريق بتروجيت خطيره ازاي، بصوا اتفرجوا على الكور دي، بصوا بيضربوا الاوفسايد بسهوله جدا، دي اسهل كوره جت لشملس بيكلي في الماتش. لكن احمد حمدي طلع قفل كويس قوي وشملس اتاخر، كان هنا محمد رمضان بيقول له العبها بالعرض، العبها لي انا بالعرض انا جاي من ورا. بصوا هنا شملس بيكلي ضرب الاوفسايد وعدى وراح. فاكرين لما انا قلت لكم من شويه ان فريق نصر التعدين بيلعب على الاوفسايد على مصيده التسلل، لكن قدر يتعامل سبيك، لكن هي ما حطهاش كويس ان جت لمحمد رمضان، ومحمد رمضان ما لحقهاش بقى طلعها مدافع النصر التعدين. ودي واحده تانية برضو لكن ديفنس النصر التعدين اتعامل معاها كويس جدا، اتعاملت بالعرض. من هشام فتح الله على فكره رقم 14 ده، هشام فتح الله مش محمد دبش، هو اللي عملها بالعرض وما وصلتش البيكلي. تغيير اخير لفريق النصر التعدين، جلال العقده رقم 21 نزل على اساس ان برده جلال ده الهدف بقى. بص وقفها ازاي شملس بيكلي، هدف حلو قوي، كره اتلعبت عرضيه جوه رجعت له، بيكلي سندها كده بالراحه من فوق المدافع ويحطها في المرمى لحظة خروج أحمد حمدي. كان هدف الفوز ده في الدقيقة كام؟ في الدقيقة 91. ثلاث نقاط لبتروجيت غالية جدا جدا جدا. بص الكرة اتلعبت طولية جوه، اتعملت ببطن الرجل على طول من أسامة محمد، وبيكلي يا دوبك سندها كده، برضه في خطأ هنا. بص أسامة محمد عملها حلوة قوي، المدافع ده بينام ليه؟ يعني مدافع النصر التعدين ده بينام لتحت ليه؟ معلش هاتوا لي الكرة دي. أهو بص مدافع النصر التعدين خلى الكرة سهلة لبيكلي. هنا اتعملت اهي، خلينا نشوف الكرة ده تاني، محمد ابراهيم مخرجنا يرجع لنا الهدف ده تاني، ان في خطأ هنا حصل من مدافع النصر التعدين، لو مدافع النصر التعدين واقف على رجله عمر ما الكرة دي تعدي. اهي بصوا الكرة اتعملت ناحية أسامة محمد، أسامة محمد ردها حلو قوي البيكلي من لمسة واحدة، برضه هنا المدافع اتزحلق فحب ان هو وهو بيتزحلق يطلعها، فبيكلي كان أذكى خدها سندها. اهو بصوا ارجع سنه كمان ورا معلش، والمدافع بيتزحلق كمان 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 كمان، اهو بص المدافع هيروح لها اتزحلق اهو،
فهو بيقع عايز يا دوبك يلحق الكوره برجله ان خلاص فقد توازنه، فبيكلي راح طالع واخد الكوره ساندها وحطها في الزاويه البعيده لحظه خروج احمد حمدي. اهو المدافع ده بقى المفروض يقف على رجله ويدي وشه لبيكلي بجسمه عشان يقفل المرمى، لكن الزحلقه دي طبعا افقدته توازنه وبالتالي بيكلي سندها حلو قوي وخد الكوره واحرز الهدف الثاني وهدف الفوز لبتروجيت 2-1 في الوقت القاتل. بتروجيت 2 والنصر التعدين 1. يعني طبعا نقدر نقول لقاءات النهارده كانت ممتعه واستمتعنا بمجموعه من الاهداف، واعتقد ان انتوا كمان استمتعتوا. ناس كتير بتحب تتفرج على ملخصات الماتشات، ونقدر نقول اول فوز النهارده لنادي الشرقيه. يعني ثلاث ماتشات فيهم حاجه مشتركه، الشرقيه بيكسب اول فوز، مصر المقاصه بيتصدر الدوري بعد فوزه على الداخليه 1-0، وايضا بتروجيت بيروح للمركز الثالث مع الكابتن طلعت يوسف، واعتقد نتائج رائعه لبتروجيت السنه دي وفوز مهم جدا على النصر للتعديل. طيب معانا الكابتن منير عقيله. كابتن منير يا اهلا كابتن كريم. ازيك كابتن منير؟ الف مبروك النهارده. ربنا يخليك. الحمد لله على بركه. يعني فوز جه بعد طول انتظار من جماهير الشرقيه. فوز غالي ومتاخر شويه، وانما يعني الحمد لله الحمد لله 3 بوينت كانوا غاليين وفريق عنيد يعني الحمد لله. طيب انا في لوغاريتم كده مش فاهمه، حضرتك مسكت الفرقه في هدوء وقالوا ان كابتن منير عقيله مسك كمدرب عام. نعم. فانا عايز افهم ايه القصه، يعني حضرتك مسكت مدرب عام ليه مش مدير فني؟ هل في مدير فني هيجي الفتره اللي جايه ولا ايه الموضوع بالظبط؟ يعني انا حاليا انا القائم باعمال مدير فني. تمام. يعني القائم باعمال بتتابع مباراه اسوان ومباراه بتروجيت ان شاء الله القادمه. وبقى لحين التعاقد مع مدير فني؟ لو النادي شايف ان ممكن يتعاقد مع مدير فني فالموضوع رجع لهم. لكن انت حضرتك لما جيت اتفقت مع الشرقيه اتفقت على منصب المدرب العام. انا اتفقت على منصب المدرب العام وقائم باعمال المدير الفني. ما انا ماشي، ما هو لو هم انت هتبقى مدير فني كانوا مسكوك من الاول مدير فني. ما هو معنى ان انت تمسك مدرب عام والقائم بمدير الفني يعني معناه ان في مدير فني جاي، صح؟ ولا بعد الفوز غيروا رايهم النهارده؟ لا دي حاجه ترجع لهم هم، انما في الغالب في يعني في مدير فني، الاتفاق على ان في مدير فني يعني قادم ان شاء الله. طيب هل هم كانوا يعني قالوا لك المدير الفني اللي جاي مين ولا الموضوع سري؟ لا موضوع سري. سري سري ليك ولا سري لينا؟ سري ليا وسري ليهم او ليكم ولكل الناس يعني. لكل الناس يعني انت حضرتك ما تعرفش مين يعني؟ لا انا ما اعرفش مين. طيب ماشي، رايك ايه في الماتش النهارده يا كابتن منير؟ يعني الحمد لله الولاد قدموا مباراه جيده. يعني الحمد لله خلال الفتره القصيره دي قدرنا نعمل يعني التزام وانضباط واعاده روح، لان اللعيبه برضو خسرت 6 ماتشات قبل كده. ايوه. فكانوا بيمروا بحاله احباط. الحمد لله يعني اشتغلنا على الحته النفسيه دي كويس. قدرنا نخرجهم الحمد لله النهارده، قدوا براحه عاليه جدا. كنا متوقعين السيناريو اللي ممكن يحصل في المباراه، واكدت عليهم ان اللي هيفرق النهارده في المباراه هي الثبات الانفعالي، لان ممكن نتيجه الماتش تتغير، ممكن اسوان يتقدم مره واثنين. وبالفعل الحمد لله اللي توقعناه بالفعل حصل، وقدروا يرجعوا بعد ما كنا مغلوبين تعادلنا وتعادلنا كمان مره وقدرنا نتقدم يعني الحمد لله. الماتش كان حلو خصوصا في الشوط الثاني يا كابتن منير، يعني انا بقول ماتش الشرقيه واسوان بدا في اخر 10 دقائق في الشوط الاول. يعني عشان اللعب اتفتح طبعا والاهداف بقت كتير، وبرده النواحي البدنيه افتكر عند الفرقتين ما قدروش يأدوا الدور الدفاع والشق الدفاعي في اخر 20 دقيقه بشكل نموذجي، فده ادى ان الملعب اتفتح، وبالتالي هتشوف كره كويسه. لان الخطط والتكتيك بقى في ظل عدم وجود لياقه بدنيه مفيش شك انه بيتاثر بشكل كبير جدا. الماتش الجاي عندك بتروجيت في السويس، ماتش جامد جدا. اكيد. يوم الاثنين اللي جاي. يوم الاثنين ان شاء الله مفيش شك انه ماتش قوي جدا جدا. بتروجيت من الفرق المصنفه حاليا، وطبعا معاه مدير فني على مستوى عالي جدا. يعني نحاول ان شاء الله نعمل اللي علينا
ونجتهد والتوفيق من عند ربنا ان شاء الله. شايف ان الفتره القادمه هتكون افضل للشرقيه كابتن منير؟ هتكون افضل بس الموضوع صعب. يعني الموضوع محتاج شغل كتير جدا جدا جدا. الموضوع يعني انت معاك 5 فرق قريبين منك، بونت واثنين بونت. الافضليه هتبقى للناس اللي عندها نفس طويل وعندها دكة جيده وقادره تكمل وقادره تحتفظ بقوامها لاطول فتره ممكنه. تمام. الموضوع اللي انت تلعبه في ماتشاتكم في الزقازيق، الموضوع ده اتقفل خلاص وهتكملوا الدوري على استاد بنا، ولا ممكن تلعبوا الماتشات في المستقبل في جامعه الزقازيق؟ لا، افتكر ان احنا في المستقبل هنلعب ماتشاتنا في الزقازيق ان شاء الله. والله بتجهزوا الملعب يعني؟ استاد الزقازيق بيتعدل كده وتقريبا خلاص، يعني الموضوع اسبوع او 10 ايام بالكثير والاستاد هيبقى جاهز يعني ان شاء الله. مبروك يا كابتن منير الفوز النهارده. نتمنى الفريق الشرقيه فريق كبير ومحافظه كبيره، ان هم تتالقوا ان شاء الله في الفتره القادمه وتكون القادم افضل بالنسبه لفريق الشرقيه. ربنا يخليك كابتن كريم. الله يخليك كابتن. كابتن منير عقيلة طبعا المدير الفني او المدرب العام القائم باعمال المدير الفني في نادي الشرقيه. اول فوز النهارده، عايز احيي جماهير الشرقيه. انا بحب جماهير الشرقيه جدا، ان هم بصراحه يعني لو انتم شفتوا الشرقيه دول زمان يا جماعه وهم بيروحوا الماتشات تلاقي في كل ماتش 60 70 الف متفرج، حتى والفريق كان في القسم الثاني. فجماهير جماهير كبيره، نادي كبير نادي الشرقيه، لكن الشرقيه يستحق احسن من كده من المحافظ ومن الاداره ومن الراعي. لازم الامور تظبط داخل نادي الشرقيه، واعتقد ان الفوز النهارده يديهم معنويات كبيره جدا.